أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فنحن هنا مع القرآن. كتاب الله العظيم، إنه أعظم من كل ما نقول وأبلغ من كل ما نصف. حبل الله المتين، فيه من الأسرار ودواعي الإعجاز ما تنتهي الدنيا ولا ينتهي. صدى التقوى بالرياض تقدم لمسات في البيان القرآني. يستخلصها أهل اللغة وأهل البلاغة بالنظر والتدقيق في التعبير القرآني. لمسات القرآن فيه إعجاز كثير. ربنا مثلا أخبرنا عن أمور ستقع ووقعت، قطعا عجاز هذا، لكن هو ربنا ما تحداهم بهذا. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لمسات البنية والدقة في اختيار اللفظة. لما قال فالق الإصباح، هل ربطه بمستفيد بمنتفع؟ لا. سواء كان هنالك منتفع أم غير منتفع، مستفيد أو غير مستفيد. جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هل ربطه بمنتفع؟ إذن ربطه بمنتفع. الإنسان أو الحيوان أو كل ما يسكن. لمسات التقديم والتأخير. في الغالب إذن هو يقدم السمع على البصر باعتبار أولا السمع هو أهم في مجال التبليغ، ثم في مجال القرب والمدى لمسات الحذق والذكر. العمل الخفيف خفف منه، قال فما استطاعوا أن يظهروه، حذف من الفعل. والعمل الشاق الطويل الذي هو أطول قال استطاع. فيعني راعى بين الحدث واللمس. لمس التشابه والاختلاف. بك اسم لمكة، البك ما يقولون من الزحام، بك لأن الناس يبك بعضهم بعضا، يعني يزحم بعضه بعضا. إذن هذه جاءت في سياق الحج فناسب المبدلة بك، بينما الآية الثانية ليست في سياق الحج. لمسا الفواصل، قد تكون الفاصلة القرآنية يعني حروفها متقاربة أو واحدة، وأحيانا تكون لا متباعدة، يعني يؤتى بفاصلة أخرى. لمسا سورة الفاتحة، خص الله بأن نستعين به لكن لم يذكر نستعين على ماذا. هو حصر الاستعانة به وأطلق الاستعانة على ما يحتاجه الإنسان، على سواء يستعين على العبادة أو على مطالبه. هو حصر الاستعانة بالله وأطلق الاستعانة. لمسات في البيان القرآني، لمسات في البيان القرآني للدكتور فاضل بن صالح السامرائي. أجرى الحوار الأستاذ عبد الله بن صالح الوشمي. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هذا اللقاء لن يكون حديثا عن الأثر المعرفي للعولمة، ولن يكون تفصيلا للقول في أسباب هجرة الأدمغة ونتائجها، وليس شق الشعرة في مسائل الأدب والنقد، كما أنه لن يكون درسا فقهيا يناقش أبواب الطهارة على أهميتها، ولكنه جلوس في مدرسة الوحي، وإنصات خاشع لمحكم القرآن ومتشابهه، وقراءة للكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن فنحن هنا مع القرآن، وحين نكون مع القرآن فإن كل ما سواه واجب أن يتأخر وأن يتأخر. لا تسل لمستمع الكريم عن السبب، فمنذ اقرأ وآياته تقرع أسماع المؤمنين فيخشعوا، ومنذ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وعقول قرائه وأسماعهم وأبصارهم تتجول في كلماته وجمله وآياته ومقاطعه وسوره، تنقب عن جواهره وتبحث عن أسراره وهيهات. لقد سمعه النصارى ففاضت دموعهم، وسمعه الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كما سمعه المؤمنون فاقشعرت جلودهم. إنه أعظم من كل ما نقول وأبلغ من كل ما نصف. إن هذا القادم من الملأ الأعلى، والذي نزل به سيد من كبار سادات الملأ الأعلى، فيه من الأسرار ودواعي الإعجاز ما تنتهي الدنيا ولا ينتهي. قد ترى أن في قولي مبالغة وادعاء أو انطلاقا من عاطفة دين أو التهاب وجدان، وليس بوسعي أن أمنعك من هذا التصور ولا أن أرد عنك ما ترى، ولكن لو فتح القلب المقفل وأوقد السراج المعطل
وأشرقت بالنور حنايا لم تعرف النور، ولو مست فؤادك نفحة من روح الملك القدوس، وهبت على أودية نفسك نسمة من عالم الروح، وسمعت صوتا يملأ نفسك قادما من بعيد من الملأ الأعلى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لوقف شعر بدنك واقشعر جلدك ومار فؤادك وتحركت السواكن، وعند ذاك تعرف ما أقول وتفهم ما أشير إليه، ولكن أنى لي أن أوصلك إلى هذا، وكيف أوصلك وأنا المنقطع وأعطيك وأنا المحروم؟ إنما هي دلائل أضعها في الطريق وإشارات وصوى، وشيء من خافة النور في مصباح الناضب الزيت غير ناقع الفتيل، عسى الله أن ينفع بها سالكا ويجنب العثار ساريا في الليل البهيم، فتنالنا منه دعوة صالحة تنفعنا في عرصات القيامة. هكذا يقول ضيفنا وأستاذنا الكريم الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، الأستاذ في جامعة الشارقة وصاحب الباع الطويل في دراسة التعبير القرآني. نحن وإياكم مع أستاذنا الدكتور فاضل لنبحر معه في هذا الخضم الهائل، ولنتساءل عن الأسرار الكامنة وراء التعابير القرآنية التي تطالعنا في كل آية. لن نقف عند الواضح لنا فقط، كقوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولكننا مع الدكتور فاضل إن شاء الله سنتجاوز ذلك إلى ما يدق في ملاحظته وتوجيهه، كقوله تعالى في سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله في النمل: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، حيث حذف حرف النون، وغيرها وغيرها من الآيات التي تلفت النظر وتثير البصيرة. سوف يكون حوارنا إذن متنوعا وشاملا، سنعرض فيه لمقدمة حول الدراسة البيانية للقرآن الكريم، ثم نتطرق إلى محاور أخرى إن شاء الله، مثل البنية والدقة في اختيار اللفظة، التقديم والتأخير، الحذف والذكر، التشابه والاختلاف، الفواصل، سورة الفاتحة. وسوف أجتهد بأسئلتي وأستاذنا بإجاباته في سبيل مجيء هذا الحوار قريبا من حس المتلقي غير المتخصص، وذلك بإعادة الفائدة وتكرار المعلومة. أستاذي الكريم دكتور فاضل، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا. أستاذي الكريم، ما التسمية الصحيحة لما نحن بصدده؟ هل نستطيع أن نقول إنه إعجاز أم نقول إنه تفسير بياني؟ وما مسوغات هذه التسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البلغاء وإمام الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الدراسات التي نقدمها ليست إعجازا. جميل. ليست إعجازا، الإعجاز أكبر من ذلك بكثير. هذه كما قلنا دراسات البيان، بيانية، يعني يستخلصها أهل اللغة وأهل البلاغة في النظر في والتدقيق في التعبير القرآني. أما الإعجاز لا، الإعجاز أمر آخر يعني. هذا إذن فيما أرى، وأظن يعني هو هذا الأمر الذي أراه سديدا، أن هذا ليس إعجازا، يعني نوع من التفسير. نوع من التفسير. طيب أستاذي الكريم، كيف نستطيع أن نصل بين آيات التحدي وما نحن بصدده، إذا كان مثلا الذين يبحثون في إعجاز القرآن العلمي، في إعجاز القرآن التشريعي، في الغيب، وصلوا بين أنه وجه من، ربما يكون وجه من أوجه الإعجاز، ما صلة الإعجاز وآيات التحدي بما نحن بصدده؟ ممكن أنه ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمور، وقطعا يذكر أمور تعجز البشر في العلم وغيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى لاحظ أنه تحدى الإنس والجن بسورة، فأتوا بسورة من مثله، والسورة تشمل قصار السور وطوالها، يعني تشمل سورة الكوثر وسورة قريش وسورة الفيل وسورة الإخلاص وسورة النصر وما إلى ذلك. هذه ليس فيها إخبارا علميا، ليس فيها إخبار علمي ولا فيها تشريع، ليس فيها، يعني أحيانا حتى تقول مثلا هو التشريع، يتعلق بالتشريع،
أو ليس فيها إخبار عن أمر ماض ولا عن أمر مستقبل، ما فيها هذا الشيء. نعم هو في القرآن فيه إعجاز كثير، في ربنا مثلا أخبرنا عن أمور ستقع ووقعت، هذا قطعا إعجاز هذا، لكن هو ربنا ما تحداهم بهذا، قال فأتوا بسورة من مثله. حتى ورد أنه قال مفتريات، يعني مفتري المضمون ليس معجزا، يعني أي شيء. فإذا الإعجاز هو لا ينحصر بهذه الأمور. جميل. وليس التحدي بهذه الأمور، لا ينحصر. وإعجاز ميدان واسع، يعني كل في ميدانه يمكن أن يجد من وسائل الإعجاز. إذن هذه وجوه للإعجاز. نعم وجوه للإعجاز. حتى أذكر المستمع أن الدكتور فاضل في نص في كتاب التعبير القرآني يقول جوانب إعجازه لا تحصى، هو في أسلوبه وتعبيره، هو في تشريعه وفقه، هو في معالجته جوانب الحياة، أم في إخباره عن الأمم الماضية، أم عما سيقع، أم هو فيما قرره من حقائق علمية، أم فيما وضعه من قواعد التربية، أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك. يعني مما هو هذا الذي أستاذي الكريم، يعني تثار قضايا يعني الحديث عن التفسير البياني، ويقال ما موقف، يعني نحن متأخرون وفي فصاحتنا يعني متواضعون وفي رؤيتنا اللغوية، ما موقف العرب القدامى والذين هم كانوا قمة في الفصاحة من القرآن الكريم؟ نحن قطعا نعرف نعرف أقل مما يعرفون، لغتهم هذه. نعم. ويرون من الأمور التي صرفتهم عن محاكاة القرآن، يرون أمور نحن لا نراها، يعني هم أكثر من ذلك، يعلمون أكثر منا ويعرفون أكثر من ذلك منا كثير. نحن نأخذ عن طريق التعلم، طريق الدراسة، وهكذا كل واحد يعني بقدر ما يتعلم وبقدر ما يؤتيه الله يعني من نظر وبصر، وما هو بمقدار ما يعطي لهذا القرآن من تأمل ومن نظر ومن تدبر يؤتيه سبحانه وتعالى يعني بقدر. أما القدامى فقطعا هم يعرفون أكثر ويعلمون ويدركون أكثر مما ندرك، وشعروا بالقمة البلاغية أعلى بكثير مما ندرك، ولذلك هم يعني عندما تحداهم مثلا بسورة وهم يقرؤون يتلون سورة الكوثر ويتلون، يعني ليست المسألة مسألة طول أو قصر يعني حتى، وإنما هذه مثل هذا، هم عرفوا أنهم هم أقل بكثير من أن يعني يماثل ويأتوا بكلام مثله. أو من جبير بن مطعم حين سمع القرآن قال كاد قلبي أن يطير، ولعل الكلمة الأشهر في ذلك لأحدهم حين قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر. أستاذي الكريم، ما صلة التفسير البياني الذي سوف ندخل فيه إن شاء الله بعد قليل بالمعاني الكلية أو الجزئية للقرآن الكريم؟ يعني هل هناك أثر لتركيب الجملة في التقديم والتأخير الفاصلة بشكل عام دون أن ندخل في الآيات، لها أثر في وصلة بالمعنى؟ هناك يعني كلام مثل ما نقول فني بلاغي، وكلام يقال هكذا فيما يتحدث به الناس التعبير عن كلامهم ومعانيهم، فيتحدثون بأقرب ما هو إلى يعني ما إلى ألسنتهم. أما الكلام الفني البليغ المقصود قطعا لابد يكون له أثر، لابد، وهذا في القرآن يعني واضح جدا. جميل. كل تقديم وكل تأخير وكل استبدال لفظة بلفظة أخرى، هو لعله ما سنأتي إليه بعد قليل، سأدخل في التقديم والتأخير. لكن قبل ذلك يعني دكتور، ما هي أهم الكتب والمراجع من المتقدمين والمتأخرين الذين عالجوا قضايا التفسير البياني، وإن كان بعضهم سماها الإعجاز يبدو؟ وفي مثلا كتب من كتب التفسير، نعم، عنيت بهذه الأشياء، تعنى بإظهار النواحي الفنية والبلاغية، من ذلك مثلا كتاب الكشاف للزمخشري، هذا في رجل لغوي وبلاغي، في كتب كتاب روح المعاني من المتأخرين للألوسي مثلا، في كتاب الرازي التفسير الكبير، في نظرات بلاغية
عميقة متينة في نظم الدرر في تناسب البقاع تناسب الآيات والسور وفي يعني هذا في كتاب البحر المحيط هذا في كتب التفسير كتاب أيضا متأخر في التفسير التحرير والتنوير نعم في يعني نظرات نافذة في هذا الباب في غير كتب التفسير والظلال أيضا لسيد قطب نعم يدخل من ضمن التفسير نعم يدخل وفي غير كتب كتاب أدب في غير كتب التفسير هنالك كتب المتشابه يعني الذي يتشابه مثلا كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي كتاب يعني جيد درة التنزيل للخطيب الإسكافي البرهان للكرماني كتب معترك الأقران للسيوطي في كتب أخرى بهذا الشيء حتى في كتب علوم القرآن فيها نظرات جيدة مثل كتاب البرهان للزركشي مثلا من المتأخرين دكتور فاضل متأخرين يعني في هذا العصر هو بنت الشاطح كتبت يعني في التفسير البياني كتابة جيدة كتبت يعني. لها التفسير البياني ولها الإعجاز البياني ومسائل نافعة محمد عبده ورشيد رضا هل لهم جهود في هذا المجال في تفسير المنار يعني في لرشيد نعم يعني هناك كتب تصدر يعني للدكتور فاضل سننبه إليها في الأخير وأتصور أنك تشرف ونعلم من في الجامعات أن هناك حركة واتجاه إلى الآن إلى الدراسة البيانية للقرآن الكريم ولعل هذه يعني إذا كان لك تعليق حولها هل ترى أنه اتجاه كبير أو اتجاه طيب الدراسة البيانية عبر رسائل جامعية من خلال رسائل الحقيقة هنالك أمر في يعني في تقديري في الدراسات البيانية هو جهد طيب لكن يعني أحب أنبه على أمر جميل إن الذي يتصدى للتفسير البياني أو شيء هم تدري هو التفسير البياني جزء من التفسير العام هم قالوا المفسرون قالوا الذي يتصدى لعلم التفسير لابد أن يكون هناك شروط آلة من جملة الآلات هذه التبحر ليس المعرفة اليسيرة التبحر في علم النحو وفي علم التصريف وفي علم اللغة وفي علوم البلاغة قالوا لا تكفي المعرفة اليسيرة في هذا يعني الذي يتصدى لهذه المسائل ينبغي على قدر كبير من المعرفة لماذا؟ لأن في اعتقادي الشخص إما أن يكتب كتابة بحيث القارئ المتلقي يستفيد يقتنع وبذلك يزداد إيمانا في هذا القرآن ويزداد اطمئنانا ورسوخا أو لا يكتب كتابة ضعيفة جميل يعني أنا في اعتقادي طبعا أنا عندما كتبت كنت متطفلا لست متبحرا في كلها لا ما شاء الله في بركة دكتور على كل لكن هم يقولون هكذا يقولون يعني الذي يتصدى للتفسير من الشروط يعني هناك أمور كثيرة يعني أحكام لكن من جملة ما يتصدى لهذا يعني إذا أنت كانك بقدر ما أنت تشيد بهذا الاتجاه إلا أنك تريد أن تجعل هناك ضوابط للمتجه لهذا أستاذي الكريم دكتور فاضل هل هناك سمات عامة للمنهج البياني في تفسير القرآن التفسير البياني هو جزء من التفسير العام جميل منح يعني منحة لكن يدخل في إطار التفسير العام لا شك هو حتى يعني المفسرين عموما فيما سبق تلاحظ كل واحد منهم يركز على أمر هو يعتني به ولا يخرج عن إطار التفسير يعني على سبيل المثال هنالك القرطبي في الأحكام نعم. على سبيل المثال يعني جميل. تلاحظ صاحب البحر المحيط يعني كثيرا ما يعتني باللغة والقراءات الكشاف الناحية البلاغية والنحوية نظم الدرر يعني هنالك اتجاهات لكن على الذي يتصدى للتفسير البياني هو عليه أن يعرف يعني أمور خاصة على
حتى لا يشتط ويذهب بعيدا عن الأمر الشرعي. يعني هو لأن هنالك مثلا بعض المصطلحات شرعية، نعم، أمور شرعية، جميل، هنالك أحكام، يعني ينبغي أن يعرف أسباب النزول، لأن أسباب النزول أحيانا توضح له اختيار هذا التعبير على ذاك، نعم، وبين يعني عليه أن لا يشتط كثيرا، هو في حدود، في حدود المعرفة اللغوية على أن لا يخرج عنها، على الأصول اللغوية أيضا، لكن ينبغي أن أيضا يحتد بحدود المنقول الشرع، يعني لا يخرج عن المنقول. أستطيع دكتور فاضل أن نقول إنه مرحلة مكملة للتفسير الفقهي والشرعي والمضمون للقرآن؟ هو تركيز على هذا الأمر، يعني فعلا هي تقول مكملة لهذا الأمر. يعني هنالك مثلا مفسر من يعتني بالأثر، يعني يهمه أولا الأثر، لا هذا أمر عظيم جيد، لكن لو تكامل هذا الأمر يكون يعني هذا وهذا وهذا وهذا، لا شك أن يكون النوعية أعلى. نستطيع أن نقول أن هذا المحذور الذي تذكره أستاذي الكريم نوجهه لمن يعنى بالتفسير البياني، وأيضا لمن يعنى بالبحث في الإعجاز القرآني العلمي، ولمن يعنى أيضا بالإعجاز القرآني النفسي، لا يشتط، يعني في حدود اللغة ما يخرج عن طبيعتها، وفي حدود المأثور أيضا الإطار الشرعي، يعني ينبغي هذا الأمر. وكل ما كان هو كل ما كان له قدم راسخة فيهما، أقصد في الناحية الشرعية والناحية اللغوية، هذا يكون أقرب إلى الصواب، ولذلك ابن عباس وأيضا الشافعي كانوا يشيرون كثيرا إلى هذا، أقرب يكون أقرب إلى الصواب، كل ما يكون هذا هو أمكن في مسألة الشرع وحدود الشرع والعقائد يعني السليمة. نعم، لأن أحيانا العقيدة تؤثر على الشخص في أن ينحى منحا معينا، يعني مثلا لاحظنا الزمخشري، جميل، عقيدة الاعتزالية أثرت في تخريج الآيات، آيات الصفات وغيرها، ينحو منحا خاص تخالف الحديث الصحيح، لأنه منحا هكذا، جميل، يعني هذا الأمر يعني ينبغي أن يلاحظ. يقولون أستاذي الكريم أن الزمخشري مثال، وهو إمام كبير في البلاغة والبيان، إلا أنه خالف النظرية أو القاعدة البلاغية من أجل أن يوافق الرأي الاعتزالي الذي يدين به، مثلا خالدين فيها إلا ما شاء ربه، هو يحاول، وكثير من أصحاب الآراء يحاولون أن يجدوا سندا لمعتقداتهم من القرآن، ويأخذون جانب من اللغة يحاولون في أن يؤيدوا معتقداتهم، لكن المنهج التكاملي وهو العودة إلى الشرع والآثار الصحيحة في العقيدة والأمور الشرعية هي الإطار الذي لا يخرج عنها، متصدي لتفسير البيان. جميل. إذا كان أستاذي الكريم المثال الذي ذكر قبل قليل الزمخشري في عندما فسر وما هم بخارجين منها خالف القاعدة وقال إنه هو يعني وفقا لرأي الاعتزالي، هل يوجد من المتأخرين أي كان لكن بوجه عام من وقع أو اشتط في هذا التفسير البياني دون أن تسمي اسما؟ إن شاء لا، يعني لا أذكر ولا أرغب أن أذكر، هنالك احنا نضع ضوابط أفضل من أن نذكر أسماء معينة، لكن نحن يقال الأثر القديم اعرف الحق تعرف أهله. جميل. يعني هذه قاعدة. جميل. يعني لا نذكر فلانا ولا فلانا، كلهم لعله مجتهد والله سبحانه وتعالى يجزيهم على نياتهم، يعني لا شك، يعني هو هذا، إذا أخطأ فإن كانت نيته سليمة فله أجر، وإن أصاب وكانت نيته سليمة فله أجر، يعني هذا الشيء، لكن احنا يعني نضع الضابط ولا يعني لا نذكر لا نتعرض لشخص. طيب جدا استاذي الكريم، اميل الخولي البياني الكبير يقول المقصد الاول للتفسير اليوم ادبي محض صرف غير متاثر باي اعتبار وراء ذلك، وعليه يتوقف تحقق كل غرض اخر يقصد اليه،
هذه هي نظرتنا إلى التفسير اليوم، وهذا غرضنا منه، وعلى هذا الأساس نتقدم لبيان طريقة تناوله. هذا الكلام يجسد منهجا بعيدا عن الأمين القولي أو غير، لكن يجسد منهج. ما رأيك بالمنهج الذي يتناول القرآن الكريم كقطعة أدبية أو كنص أدبي، كقصيدة أو كخطبة، منفصلا عن الأثر الروحي والإيماني؟ على ألا يخرج من الحد الشرعي. يعني ممكن أن يبين الجمال، يمكن يعني كأسلوب جميل بليغ رفيع كذا، لكن على ألا يخرج ويشتط عن الحد الشرعي. لكن هو الأولى أن يربطه بأهداف القرآن. جميل. يعني الهدف الذي نزل منه القرآن، لا شك أن القرآن يعني قطعة فنية معجزة، هذا لا شك فيه، ومطلوب أن نعلم، يعني أن نبين وجوه هذه الأشياء، مطلوب من عندنا حتى لا يدعي كل واحد أنه يستطيع أن يفعل مثل هذا القرآن أو القرآن. أنا يعني سمعت من ناس مختصين يقولون أين الإعجاز، القرآن كلام عادي، لكن عندما تبصرهم بأمور ينتبهون، أمور ما كانوا يعني منتبهين إلا. هذا أمر مطلوب، لكن ليس هو الهدف. يعني ينبغي أن يكون هدف وراء ذلك، وهو المقصد القرآن، وهو الهداية. هداية القرآن هو هداية، كتاب هداية للناس، هداية هو للناس. فلا ينبغي أن تنسى هذه المسألة، يعني تربط بالهدف الأصلي. إذا أنت يعني ترى يعني أهمية البحث في هذا الجانب، لكن متصلا بغايته. أذكر يا أستاذي كريم أن هناك من ألف عن جوتا الشاعر الألماني، وقال أنه كان يعقد، أنت تعرف يعني أنه اختلف في مسألة حتى أنه أسلم، ولا كان يعقد في بعض قصور الدوق الألماني جلسات لقراءة القرآن الكريم إعجابا بالجمال والتصوير وغير ذلك. لكنك أنت لا تريد أن يتوقف الباحث، وإن كنت ترى أن القرآن يعطي الباحث الجمالي، يعطيه ما يرضيه ويزيد، لكنك تنظر إلى أن يجب أن يربط القرآن بغايته، الغاية الأولى والهداية. هو هذا يعني الذي ينفعه في الآخرة. يعني إحنا يعني ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نتيجة ما يعمل، يربطه بالهدف الأسمى، هو هذا الأصل. يعني هذا لا شك يتكلم في بيان القرآن وإعجاز القرآن، يفيض في ذلك، لكن على أن لا ينسى الهدف الأسمى للقرآن الأساسي. يقول الدكتور صلاح الخالدي: يقوم البيان القرآني على العناصر التالية: أولا، الألفاظ الفصيحة المنتقاة المتلائمة بحروفها وحركاتها ومواقعها في العبارة. ثانيا، المعاني البليغة المتوافقة المتناسقة. ثالثا، الإيقاع الناشئ من مجموع إيقاعات الألفاظ ونغماتها وأصواتها. رابعا، الصور والظلال التي تشعها الألفاظ مجتمعة ومتناسقة. خامسا، النظم القرآني البديع الذي يربط الألفاظ فيما بينها. دعنا أستاذي الكريم أن نبدأ بالحديث عن المحور الأول في التفسير البياني أو في اللمسات البيانية للقرآن الكريم، محور البنية أو الدقة في اختيار اللفظة في القرآن الكريم. هناك عدد من الآيات التي يعني تثير إشكالا عند المتلقي وعند القارئ لكتاب الله. من الآيات التي أريد أن نتناقش معك فيها يا أستاذي الكريم، في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وهو في سورة آل عمران يقول: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. نجده يستخدم الفعل المضارع مع الحي في الآية الأولى وفي الآية الثانية، ومع الميت في الآية الثانية، ولكنه عندما بدأ يتحدث عن الميت في الآية الأولى استخدم الاسم فقال: مخرج الميت من الحي. ما وجه الدلالة في هذا التغير في الصيغة؟ عن هنالك قاعدة في اللغة وفي علم البلاغة، قاعدة عامة. جميل. إن الاسم يدل على الثبوت، الاسم الفعل يدل على الحدوث والتجدد. جميل. قاعدة يعني عندما تقول هو يتعلم أو تقول هو متعلم،
يتعلم هو في طريقه، متعلم لا، الأمر يعني ثابت هذا، أو هو يخطب أو هو خطيب، هو يتفقه أو هو متفقه. القاعدة هذه العامة تقول لنا على أن في اللغة أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت والاستمرارية. إيه طبعا، استقرار واستمرار على حالة. هذه الحالة ينظر إليها في سياق البلاغي، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني ماذا يقتضي المقام. ففي آية الأنعام ربنا قال بسم الله إن الله فالق الحب والنوى، هكذا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يعني هي المسألة ليست فقط في فالق ويخرج ومخرج، لكن أيضا في فالق الإصباح وجعل جعل الليل سكنا. نفس السؤال يمكن يثار نفس الشيء. فإحنا الذين نعرف يعني أن أبرز صفات الحي هو الحركة والتجدد، والميت هو الحال بقاء على السكون على حالة واحدة ثابتة. ولذلك والله أعلم يعني تعليلات هذه، هو عندما ذكر الحي ذكره بصفة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. ولما ذكر الميت ذكره بالصفة الاسمية الدالة على الهمود والثبوت والسكون، قال ومخرج الميت من الحي، هكذا. لكن الآية الثانية اللي تصورها يعني أظن في آل عمران، نعم في آل عمران، استعملها بالفعل لكن السياق هو يختلف. السياق في آل عمران هو في التغييرات الحاصلة. لو نقرأ الآية، والآية يعني أو التعبير لا ينبغي أن يقتطع، وإنما ينبغي أن يوضع في سياقه حتى يتضح المقطع كامل. أي نعم، قل اللهم مالك الملك بهذا الشكل، نعم حتى تتضح يعني الصورة الفنية البيانية البلاغية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل يعني كلها تغييرات، كل التغيير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، كلها في التغييرات. بينما لا، في الأنعام ليس السياق في ذلك، وإنما في قدرة الله وصفاته. حتى هو يبدأ بالاسم إن الله فالق الحب. جميل. إذن أستاذي الكريم، الأنعام قائمة على ذكر يعني صفات ثابتة، وحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى. لكن هنالك حقيقة يعني الذي قد يثير الاستفسار والسؤال، يعني تقول زين هو إذا كان الأمر كذلك فالق الإصباح وجعلها بالاسم، فالق الإصباح اسم فاعل، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا بالفعل. زين لماذا؟ هل هنالك يعني داع لهذا التغيير في هذا الشيء؟ لاحظ احنا لما قال فالق الإصباح هل ربطه بمستفيد بمنتفع؟ لا. عام. نعم، فالق الإصباح سواء كان هنالك منتفع أم غير منتفع. جميل. مستفيد أو غير مستفيد. فالق الإصباح. جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هل ربطه بمنتفع؟ جعل الليل سكنا لمن يسكن. نعم. إذن ربطه بمنتفع. لو بالإنسان مثلا. الإنسان أو الحيوان أو كل ما يسكن. جميل. ربطه يعني بمنتفع بمستفيد أو بصاحب صفة. جميل. من هذه الصفات. يعني قال وجعل الليل سكنا. لأن لو لم يكن هنالك من يسكن أو ما يسكن لا يكون سكنا لشيء. طيب. والشمس والقمر حسبانا لمن يحسب. نعم. فإن لم يكن هنالك يحسب ما يكون حسبان. لحظ فالق الإصباح أطلقها من كل قيد، سواء كان هنالك أحد أم لم يكن.
ومن ثم جاءت بالاسم. جاءت بالاسم لأنها أثبت يعني. يعني الآن مثلا لو حصل ما حصل من مما يفسده البشر في الأرض، هم لو أهلك لو أهلك البشر من نتائج عمل من أعمالهم الحياة في الأرض، الحياة في الأرض لو أهلكوها راح يبقى فالق الأصباح، الأصباح مستمر لكن سكنا وحسبانا لا، صحيح. لأن ليس هنالك من يسكن وليس وما يسكن وليس هنالك من يحسب. جميل. فإذا ذاك أثبت راح يكون أدوم، يعني فالق الأصباح معناه أدوم لأنه مرتبط به مستمر. مستمر، ولذلك فرق بين هذا الأمر. إذن أستاذي الكريم نأخذ إذن هذه قاعدة أولى ربما تفيدنا في جميع الآيات وفي جميع النظر في القرآن، أن الفعل يدل على التجدد والحدوث، وأما الاسم فإنه دائما يدل على الثبات والاستمرار. هناك آية رديفة ربما يدخل فيها هذا الموضوع في سورة الأعراف، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الآن استخدم بالدعوة الفعل، وأما ما يضاد الدعوة فإنه استخدم الاسم، هنا قال أدعوتموهم وهنا قال صامتون بالاسم، هل هذا يدخل فيما تحدثنا عنه الآن يا دكتور؟ هو قطعا يدخل، لأن الأصل هو الصمت وليس الحديث. يعني الإنسان الآن يعني عندما ليس معه أحد أو عندما ينام أو يخلو إلى نفسه، هو الصمت أو الكلام؟ الصمت. الصمت. إذن الحالة الثابتة هي الكلام، ولا يتحدث إلا إذا عرض له أمر، إذا عرض له أمر ويتكلم، أما إذا لم يعرض له أمر فهو صامت. صامت. إذن الصمت هي الحالة الثابتة الدائمة، ولذلك لا يعني لا يسوي بين طرفي التسوية، يعني لا يقول أدعوتموهم أم صمتتم، لأن ما ليس بمنزلة واحدة. صحيح. لا يتفرق بين الطرفين. استخدم الدعوة وهي الدل على التجدد لها الفعل. نعم. أما الصمت فبالاسم. نعم. أستاذي الكريم في سورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نقرأ يعذبهم بالفعل المضارع ودخلت عليها اللام، وهناك معذبهم بالاسم، كيف نطبق القاعدة التي ذكرتها قبل قليل على هذه الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل بقاء الرسول بينهم مانعا من العذاب، لكن هذا العذاب موقوت ببقاء الرسول، فإذا خرج عذبهم، إذن هذا موقوت ببقاء الرسول فيما بينهم. أما الاستغفار قد جعل مانع ثابت من العذاب، الاستغفار يدفع العذاب. جميل. يدفع، لذلك قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن البقاء يعني بقاء الرسول بينهم أمر هذا متغير، يعني متى ما خرج الرسول حق عليهم العذاب لو تركوا، أما الاستغفار لا، هو مانع ثابت مستمر من العذاب. ولاحظ من كرم ربنا سبحانه وتعالى أنه ما قال وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، لما قال وهم يستغفرون. نعم. يعني ربنا يدفع العذاب ولو لم يكن الاستغفار صفة ثابتة فيهم. جميل. حتى لو لم يكن رحمة ربنا هكذا يعني واسعة تسع كل شيء، لكن في آية أخرى قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذا استمروا بدرجة واحدة إذا كانوا يعني الظلم إذا كان صفة ثابتة لا راح هذا الأمر يفضي بهم إلى الهلاك إذا كان صفة ثابتة. أما الاستغفار حتى لو لم يكن ثابتا ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم العذاب،
ويدفع عنهم العذاب، وهذا يعني أن رحمتي سبقت غضبي. صحيح. هذا مما يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى بالخلق. إذا نحن نخرج الفائدة المضمونية من الآية عن طريق هذه القاعدة البلاغية أو القاعدة اللغوية عندما نستخدم ننزلها على هذه الآية، ونفهم أن الاسم يدل على الثبات، وبالتالي فسرنا أنه قال يستغفرون ولم يقل مستغفرون بهذا الشكل، لأن الاستغفار يكفي أن الإنسان يكون يعني يؤدي إذا ذكر ربه ويستعين بالله على الاستغفار كذا، دون أن يكون سمسية ما وهو ينام وهو ينشغل في مصالح حياتية. أن يرجع إلى ربه ويعترف بذنبه ويقر ويطلب منه الاستغفار. صحيح. هذا أمر يعني ليس قليلا. أستاذي الكريم، في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى نهاية الآية، يأمر الله فيها رسوله أن يقول لا أعبد بالفعل، ثم الآية الخاصة بالرسول الأخرى ولا أنا عابد، فلدينا فعل واسم، بينما لسان الكفار يقولون ولا أنتم عابدون، فبالاسم مستمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في الاسم في قوله ولا أنا عابد، وبالفعل في قوله لا أعبد ما تعبدون. هذا الاختلاف في الشكل هل هو له أثر في المعنى؟ وقطعا هو يدخل أيضا ضمن القاعدة اللغوية اللي موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هكذا، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لا أعبد ما تعبدون هنا نفى عنهم عبادة ما يعبدون بالصيغتين الاسمية والفعلية، يعني الحالة الثابتة والمتجددة. لما قال لا أعبد هذه الحالة المتجددة، ولا أنا عابد هذه الحالة الثابتة، الاسم والفعل يعني الاسم والفعل. إذن هو نفى عنه عبادة ما يعبدون في الحالة الثابتة والمتجددة، لأن أحيانا الإنسان قد يكون على حالة ثابتة لكن قد يخرج عنها. محتمل، يعني مثلا عندما تقول فلان كريم على سبيل المثال، يعني هل معنى أنه هو في 24 ساعة لا ينقطع عن الكرم، أو الصفة الغالبة عليه قد يخرج عنها، الحليم قد يخرج عن حلمه وهكذا. لكن هنا لا، هو الآن إذا خرج من الحالة الثابتة فإلى المتجددة، وهي أيضا عدم العبادة، عبادة ما يعبدون. فإذا الحالة الثابتة والمتجددة هو أنه مبتعد عن عبادة، أنه لا يعبد هذا الشيء، بينما هم نفى عنهم في حالة واحدة، الحالة الاسمية، حالة الثبات، قد يخرجون عنها لكن نفى عنهم حالة الثبات. هو يعني لاحظ نفى عن أيضا لو لاحظنا الفعل لا أعبد ما تعبدون، تعبدون فعل مضارع، ولا أنا عابد ما عبدتم فعل ماضي. إذن نلاحظ هو استوفى جميع الأزمنة، الفعل الماضي ما عبدتم، والحال والاستقبال، لأن المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. جميل. إذن نفى عنه عبادة ما يعبدون الماضي والحال والاستقبال الثابتة والمتجددة. في شأن الحديث عن عبادة الرسول لآلهتهم نفي جميع الأزمنة، مباينة تامة، الماضي والحال والاستقبال والحالة الدائمة والمستمرة، مستمرة. بينما هم لا، نفى عنهم وقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحالة الاسمية فقط، في الحالة الاسمية. فيكون هو يعني بقاؤه على عقيدته وإصراره عليه أقوى من بقاؤهم على عقيدتهم وإصرارهم عليه، وأمكن وأثبت وأدوم. في شأن الرسول يعني، ومن في شأن المؤمن يعني بشكل عام، هو الرسول قدوة لنا. جميل. أستاذي الكريم، هناك ممكن 4 آيات أو 5 آيات تتصل في فعل الهداية والضلال. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ويضل الله الظالمين، ويقول وكفى بربك هاديا ونصيرا، ويقول يهدي به الله. فالهداية جاءت بالاسم والفعل،
كفى بربك هاديا الاسم، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، جاءت الهداية بالفعل. أما الضلال فإنه جاء بالفعل في قوله تعالى ويضل الله الظالمين، وفي قوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أما في شأن الشيطان فلدينا عدو إنه عدو مضل، ولدينا آية أخرى فأنه يضل، وآية أخرى لأضلنهم. كيف نستطيع أن نفهم عن طريق القاعدة التي ذكرتها أستاذي الكريم هذه المضافات إلى يعني استخدام الهداية بالاسم والفعل، استخدام الضلال بالفعل، وكذلك في شأن الشيطان؟ صفة ربنا سبحانه وتعالى الثابتة والمتجددة هي الهداية الثابتة وهو ربنا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، صفته هو الهادي وهو يهدي. إذن هو حالته الثابتة والمتجددة هي الهداية. نعم جميل. ولا يضل إلا مجازات الظالم، يعني مجازات فقط. أما صفة الشيطان الثابتة والمتجددة هو الإضلال. على العكس. على العكس. نعم. صفة الله سبحانه الثابتة والمتجددة هي الهداية. في قوله هاديا وفي قوله يهدي به الله. ولم يستعمل لنفسه الإضلال بالصورة الثابتة، لم يقل عن نفسه مضل أبدا، لم يقل في القرآن عن نفسه مضل، قال يضل مجازات، يضل الله الظالمين أو يضل من هو مسرف. نعم مجازات لهذا. أما صفة الشيطان الثابتة والمتجددة فهي الإضلال. يعني على حين أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه هاديا، فإن وصف الشيطان بأنه مضل. مضل نعم. وعلى حين الله وصف نفسه يهدي به الله قال يضل. يضل. يضل نعم. نعم. إذن الثبات والتجدد لله سبحانه وتعالى الهداية، وأما حيز الإضلال فإنه على قبيل أو من قبيل المجازاة والمكافأة على السلوك المنحرف. أما الشيطان فإنه مضل بالاسم الثابت ويضل بفعل التجدد. أستاذي الكريم، في السورة التي تلفت في قصة إبراهيم عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. لدينا الجملة الفعلية قال سلام، ولدينا الجملة التي تليها مباشرة قالوا سلاما، والجملة الأخرى قال سلام. الكلمة واحدة وهي السلام، لكن الأولى منصوبة والثانية مرفوعة. كيف نستطيع أن ندخل إلى فضاء التفسير البياني لهذه الآية الكريمة؟ هو أيضا يدخل في حيز ما ذكرناه. سلام هو جزء من جملة اسمية. قال سلام. نعم سلام خبر المرفوع، إما مبتدأ الخبر محذوف سلام عليكم، نعم، أو خبر لمبتدأ محذوف أمركم سلام أو شيء، نعم يعني، أو أمرنا سلام يعني. بس هي عادة المرفوع، يعني احنا عندنا قاعدة إلا إذا كان هنالك في الجملة ما يشير إلى خلاف ذلك يعني قرينة، لكن القاعدة العامة أنه المرفوع يفيد هو اسمية، والمنصوب هو جزء من جملة فعلية. جميل. يعني قاعدة يعني ويل هذا اسمية، ويلا فعلية. نعم. نقدر فعل محذوف. لو قلت مثلا ويل له جملة اسمية، لو قلت ويلا له لا جملة فعلية، نقدر مفعول لفعل محذوف مثلا، سواء كان قدر مفعول مطلق أو مفعول به، لكن راح يكون جملة فعلية. يعني مجرد أن نشاهد قوله تعالى فقالوا سلاما، نشاهد سلاما، هذا دليل وجود جملة فعلية. هو هذا جزء من جملة فعلية. نعم. القاعدة هاي. جميل. يعني هذا ما فيه ضرب الرقاب اسمية، فإمساك بمعروف اسمية، ضرب الرقاب فعلية. فعلية طبعا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم. هذا فعلية. فعلية مفعول مطلق لفعل محذوف، اضربوهم ضرب الرقاب. لو رفعت كون اسمية. نعم جميل. لا يعني القاعدة جميل. فإذا أيضا راح تدخل هي هل أتاك أظن حديث الضيف إبراهيم المكرمين. نعم.
دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذن هم حيوه بالجملة الفعلية سلاما. الملائكة قالوا سلاما, إذا نعم. بالجملة الفعلية ألقوا التحية بجملة فعلية. نعم جميل. هو رد التحية بخير منها عن طريق الجملة الإسمية. عن طريق الجملة الإسمية قالوا قال سلام. لأن ذكرنا في البداية القاعدة نعم الفعلية تدل على التجدد والحدوث, هذا على الثبوت السلام الثابت الشامل الدائم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أهل الجنة كلهم يحيون بالجملة الإسمية سلام قولا من رب العالمين, سلام عليكم بما صبرتم سلام. جميل. إذن في هذه الآية نفهم أن التحية التي ألقاها الملائكة الكرام هي جملة فعلية. نعم نعم. أما تحية إبراهيم فهي جملة إسمية وهي تدل على الثبات والاستمرار. نعم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, ولم يردها وإنما بأحسن حياهم بأحسن. ومنها خرجت إلى فائدة أخرى أستاذي الكريم عندما قلت أن تحية أهل الجنة باستمرار هي الجملة الإسمية دائما. جميل. لا يعني لا تجد إذا وشف الحق قال ويل لكل همزة لمزة, ويل بالرفع. نعم. ما قال ويلا لأن هذا هلاك دائم لا ينقطع. ولذلك قال في الأخير ماذا قال؟ قال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة, دل على الخلود والثبات في هذا والاستمرار. يعني في هذه السورة الكريمة عندما قال ويل فهي جملة اسمية تدل على الاستمرار من ناحية لغوية. نعم. من ناحية لفظية ومضمونية قريبة نجد أنه في نهاية السورة يذكر هذا الاستمرار, يثبت المعنى هذا. يعني لا لاحظ لو قال في بداية السورة ويلا لكل همزة لمزة ثم قال في الأخير إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ما راح يتناسب بلاغة. نعم صحيح. لا يتناسب بلاغة. وفقنا الله إياك دكتور فاضل. في سورة قاف يقول الله سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وفي سورة هود أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وفي سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أستاذي الكريم في الآية الأولى نجد قوله تعالى هذا شيء عجيب, أما في هود إن هذا لشيء عجيب بزيادة إن وبزيادة اللام الداخل على شيء. أما في سورة صاد تكررت الجملة الموجودة في هود مع تغير عجيب إلى صيغة أخرى عجاب ودخول اللام. كيف نستطيع أن نقرأ هذا بيانيا؟ أولا يعني أيضا ينبغي أن نعلم الصيغ في العربية ودلالتها. نعم. وبعدين المسألة التوكيد وعدم التوكيد لأن هذا يوضح الأمر. جميل. عجيب إما ندخلها في صيغ المبالغة أو في الصفة المشبهة يعني ممكن يعني. فعال أبلغ من فعيل يعني أقصد من حيث المبالغة. نعم. ومو البلاغة في التعبير أكثر مبالغة. نعم. يعني العرب تقول هذا طويل فإذا أرأت المبالغة في الطول تقول طوال. نعم. العرب عندهم ثلاث صيغ قسم يجعلوها قياس يعني ثلاث صفات بعضها أبلغ من بعض يعني أشد. نعم. من بعض. فعيل وفعال وفعال بالتشديد الكبير وكبار وكبار. جميل. يصير أبلغ أكثر يعني. نعم. عندهم هكذا. إذن فعيل طبعاً أنا قلت يعني صفة مشبهة أو مبالغة لأن هي إذا كانت من فعل لازم فهي صفة مشبهة وإذا كانت من متعدي سأقول مبالغة. نعم. على كل. فإذن فعال أبلغ من فعيل قاعدة فعال أبلغ من فعيل باعتبار أيضا هذه مناسبة لمدة الألف طولها حتى هي متناسبة للصوت لأن يعني أحيانا العرب يعني الصوت يكون مناسب للمعنى أحيانا يعني صوت الكلمة في حروفها وترتيبها مناسب للمعنى. جميل. فمدة الألف أكثر من مدة الياء فجعلوها للصفة اللي هي أبلغ. فإذا عجاب
أكثر عجبا من عجيب. نعم جميل. يعني هذه واحدة. واحدة هذا. ثم عندنا أمر وهو مسألة التوكيد وعدم التوكيد. يعني هذا شيء عجيب، هو أخبر عن العجب لكن غير مؤكد. إن هذا لشيء عجيب فيها زيادة إن ولا. نعم. يعني آكل. يعني هاي أمور أخرى نحوية يعني. جميل. فالآن لو عدنا إلى الآيات الكريمة، الآية الأولى بالعجب أن جاءهم منذر منهم. إذن هم عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا، هم يتعجبون قالوا هذا شيء عجيب. جميل. الثانية وهي امرأة عقيم. عقيم هي أيضا لا تنسى، يعني عجوز. عقيم وعجوز. وعجوز وبعلها شيخ أيضا، يعني لاحظ. نعم. كيف تلد العقيم؟ هي أصلا لا تلد أصلا العقيم. نعم. حتى لو كان رجل فتى. نعم. لا تلد عقيم. عقيم عجوز وبعلها الشيخ، كيف تلد؟ فطبعا دواعي العجب صارت كثيرة. هذا أكبر من الأولى، أكثر من الأولى. نعم. إن هذا لشيء عجيب. وبهذا المعنى نستطيع أن نفسر دخول إن واللام توكيد العجب، يعني أن تأكيد العجب ناتج من. نعم. أن يعني مثير العجب أكبر من مثيره في الآية الأولى. نعم. جميل. نأتي الأخرى أظن في صاد. هي في صاد أجعل الآلهة إلها واحدة. هو حتى قبلها مو فقط أجعل، هو ذلك أيضا يمكن أيضا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. نعم. قال الكافر هذا سحر كذاب. نعم. أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أولا هو في قاف قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم، في صاد أيضا منذر منهم وجعل الآلهة إلها واحدة، يعني صار دواعي العجب أكبر مما في قاف. نعم صحيح. يعني هو العجب في قاف مجيء منذر منهم. طيب هو أيضا ذكر هنا جاءهم منذر منهم في صاد، لكنه في صاد أضاف أضاف إلى إضافة إلى العجب الذي عجبوا منه في قاف، أضاف أمرا آخر وهو أنه يجعل الآلهة إلها واحدا. عن هم ناس مشركين عريقين في الشرك، والرسول كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وقاتلوه بسبب هذه الكلمة التوحيد. لا لا إله إلا الله. إذن داعي العجب صار أكثر الآن أنه كيف يجعل الآلهة إلها واحدا، فجاء بإن واللام وتغيير الصيغة إلى ما هو أبلغ. إذن مثير العجب في الآية الأولى واحد. واحد. نعم. وهو أنه بعث منهم نذير، لكن في آية صاد هناك مثيران، ما وجد في الآية الأولى وهو أنه بعث منهم منذر، المثير الآخر أجعل الآلهة إلها واحدة، وبعد وصف ساحر كذاب وساحر كذاب. إذن بهذا الشكل يعني. أستاذي الكريم، في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. وفي سورة يوسف يقول: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر. لدينا العدد واحد، سبع في الآية الأولى وفي الآية الثانية، ولكن التمييز اختلف، فهناك سبع سنابل وهنا سبع سنبلات. ما أثر هذا الاختلاف في سنابل أو بين سنابل وسنبلات على المعنى أو السياق الموجودة فيه؟ وإحنا عندنا نعرف أن جمع السالم، يعني سواء كان مذكر سالم أم مؤنث سالم. نعم. من جموع القلة، خاصة إذا كان معه جمع آخر يدل على الكثرة يكون للقلة، إذا لم يكن معه يصير للكثير والقليل. نعم. يعني إذا لم يكن هنالك جمع آخر فهو يستغنى به عن القليل والكثير يستعمل. أما إذا كان هنالك جمع سالم مع وزن آخر لجموع الكثرة والقلة يكون للقلة، يعني على سبيل المثال حتى يكون واضح. مثلا افرض جمع ساجد، عندنا ساجدون وعندنا سجد وعندنا سجود، يعني عندنا أكثر من جمع. الآن راح يكون ساجدون للقلة. لماذا؟ لأن عندنا جموع للكثرة. لأن إحنا عندنا إيش في العربية؟
عندنا سبع دكتور ساجدون سيكون للقلة لأنه جمع مذكر سالم، لكنه وجد الجموع بجواره، جموع كثرة. نعم، لأن هي جموع الجموع في العربية 27 واحد. نعم، أربعة للقلة والباقي كثرة. جميل. أفعل أفعال أفعل فعل للقلة والبقية للكثرة. كثرة. هذا. فإذا وجد راح يكون للقلة. فعلى هذه القاعدة سنبلات قلة، سنابل الكثرة. جميل. هذه القاعدة سنبلات قلة، سنابل الكثرة. الكثرة. الجمع. الجمع. تقول زين هو العدد واحد. العدد واحد سبع. زين كيف لماذا استعمل هنا القلة وهنا الكثرة وعدد واحد؟ احنا يعني هو ممكن احنا من حيث اللغة المتكلم العربي ممكن ان يتكلم يضع القلة مقام الكثرة، الكثرة مقام القلة بحسب المقام يعني. نعم. ممكن في سورة البقرة. نعم. هو المقام في مضاعفة الأجور في التكثير، حديث عن الصدقات والمضاعفة وهكذا. بلى. كمثل حبة أنبت السبع سنابل، حبة أصبحت سبع، في كل سنبلة سنبلة مئة حبة. نعم. والله ما بعد والله يضاعف لمن يشاء. نعم. إذن هي أصلا في مقام تكثير الأجور. نعم. تكثير والمضاعفة. إذن هو المقام مقام تكثير والمضاعفة. بينما في يوسف لا، عادي رأى رؤيا ونقلها كما هي، رأى سبع بقرات سبع سنبلات فنقلها، ما في ليس فيها مقام تكثير، مقام يعني ذكر حادثة كما هي، ليس في مقام. إذن هناك تغيرت الصيغة بدلا من سنبلات سبع سنبلات إلى سنابل، مراعاة للسياق والآية والجو الذي تتحدث عنه، مقام التكثير والمضاعفة. استخدم جمع الكثرة في سورة النحل. دكتور فاضل يتحدث آية كريمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. وأما في السور الأخرى مثل لقمان، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لدينا في الآية الأولى شاكرا لأنعمه صيغة الأنعم، وهنا في الآية لقمان نعمه. هل هناك حديث عن شيء آخر يختلف عن النعم، أم هي نعم واحدة؟ وإذا كانت يعني بهذا الشكل كيف نستطيع أن نفهم الجو البياني لهاتين الآيتين؟ هو أنعم جمع قلة، هاي أفعل أفعال أفعل فعلة، هاي هي جموع، هي جموع القلة. أفعل نعم. أفعال أفعل أنعم طبعا. نعم. أفعل فعلة فتية مثلا. إذن أنعم جمع قلة، جمع قلة. جميل. نعم لا جمع كثرة. فربنا طبعا نعم الله لا تحصى ولا يمكن أن تشكر. صحيح. نعم الله كثير لا تحصوها، كيف يعني نستطيع أن نشكرها؟ ما نستطيع. فربنا مدح إبراهيم على أنه شكر الأنعم، يعني القليل من النعم التي أسبغ بها الإنسان. جميل. فمدحه على ذلك، يعني لا يمكن أن واحد يشكرها، وإذا كان لا يحصيها فكيف يشكرها؟ يعني لا نستطيع أن نقول شاكرا لنعمه. لما؟ لأن نعم الله لا تحصى، وهي جمع تكثير، هي كثرة، جمع كثرة. فربنا أثنى على إبراهيم مع أنه كان شاكرا لأنعمه. جميل. لكن ربنا قال وأن يعني قالوا أسبغ عليكم نعمه، هو لم يسبغ علينا أنعم، وإنما أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة التي لا تحصى. نستطيع أن نتوقف أيضا عند شاكر وإسباغ، هناك شكر وهنا إسباغ، ربما الإسباغ هو الإفاضة في النعم. إذن هذا يتناسب أيضا طبعا معنا. يعني الإفاضة في ذكر النعم. نشوف يعني جميل. يعني هو ربنا في سورة الإنسان قال إما شاكرا وإما كفورا، ما قال وإما، لأن وقال إما شاكر يعني اسم الفاعل، بينما الإنسان هو في طبعا هذا كفور مبالغ في كفران النعم وعدم الاهتمام والانتباه له، وكأن القليل هو الأصل في الإنسان الشكر، وقليل من عبادي الشكور. أستاذي الكريم، أتذكر في أثناء حديثك أن أحد المتقدمين امتنع عن أكل نوع من الحلوى
وقال إني لا أقدر على شكره. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه كما أذكر: سألوه هل يستطيع أن يشكر نعمة الماء البارد؟ صدقت. فهذه متصلة بهذا الشكل أو بهذا الشرح لهذه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى استخدم بقدر ما أثنى على إبراهيم عليه السلام وهو خليله، استخدم الشكر للأنعم. ولا يمكن أن يشكر الإنسان النعم، لأن النعم تشمل والإنسان بقاؤه، الإسلام، القرآن، وجميع الأشياء كلها نعم. يعني وفي نعم مستديمة لا ينفك عن النعم، يعني منها ما يعلم منها ما لا يعلم، يقول لا تحصوها، يعني ما نستطيع حتى احنا ما نعرفها. نعم احنا يعني في نعم من الله سبحانه وتعالى ما نعرفها، أفاض علينا بالنعم الكثيرة. حتى لو شكرت أنت تشكر باللسان، واللسان هو نعمة بحد ذاته. صدق. أستاذي الكريم، في سورة النساء يقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. نحن هنا أمام جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بالجمع، وأمام أو في الآية وعيد للعاصي بأنه يدخله نارا خالدا فيها، وهنا مفرد، والجملة القارئ يجد أن ومن يطع الله ورسوله مماثلة لومن يعص الله ورسوله، فلما الاختلاف في الجزاء هناك بالجمع وهنا بالمفرد؟ للعلم ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم عن أصحاب الجنة خالدا فيها، لم يذكر بالإفراد مطلقا، كلها بالجمع. أما في الجنة، أما في النار، لا، يستعمل خالدا وخالدين. هذا العلم. خطعا في القرآن الكريم لا تجد موضعا يتكلم فيه على أهل الجنة ويقول خالدا فيها، وإنما كلها خالدين. كلها خالدين. في النار لا، يستعمل خالدا وخالدين. هذا للعلم، يعني خط قرآني هذا، نظرة عامة. نظرة عامة هذا أمر. لا. الأمر الثاني هي من تدل على الواحد والكثير، ممكن ومن يطع أو من يعصي دال على الواحد، تحتمل القلة والكثرة، يعني تحتمل الجمع والإفراد والتثنية. لا. تحتمل. لكن هو يعني بالنسبة لأهل النار عذبهم بالنار وبالوحدة، الوحدة هي وحدها عذاب، الانفراد خالدا فيها. الوحدة هي بحد ذاتها لا تطاق، حتى لو كنت في قصر في أي مكان، في أرغد مكان وأسعد مكان، وكنت وحيدا لا تكلم أحدا، كنت مسجونا. صحيح. أصبحت مسجون، يعني أنت سجين. إذن بينما أصحاب الجنة فيها الجنة السعادة وفيها التنعم بالألفة والاجتماع، الأنس في الاجتماع، على الآرائك متكئين كذا هم وأزواجهم، يذكر ما فيه الأم. ولذلك في أهل الجنة ذكر خالدين، يعني الجماعة. ثم مناسبة للجنات، كلمة جنات جمع، جنات جمع يعني مناسب من ناحية أخرى، وهناك هناك نار مناسبة أيضا للإفراد. إذن السؤال يجب أن ينصب على لماذا جنات وهنا نار، ولماذا خالدين ولما هنا خالدين. هو عندما قال جنات يقول خالدين. نعم. عندما قال نار ليس بالضرورة أن يقول خالدين، ليس بالضرورة. نعم. يعني هذا، لكن هنا يعني ثم للمؤمن أكثر من جنة للعلم. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. ليس يعني إذن نخرج ببعض الانطباعات من هذه الآية الكريمة أن الله يكرم المؤمن بالجنات وبالخلود والجماعة والأنس فيها، أما النار فإنه يعذب بالنار، وإضافة إلى ذلك الوحدة والانفراد. قد يكون بالوحدة وقد يكون يعني قد يأتي في أماكن وحدة، لأن قد يتكلم بالوحدة وقد يتكلم أحيانا خالدين، يعني على العموم. جميل. أستاذي الكريم، في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآية تستدعي آية أخرى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. في الآية الأولى عرضها السماوات والأرض،
وفي الآية الثانية عرضها كعرض السماء والأرض، لدينا كافة تشبيه أضيفت، ولدينا الاختلاف بين السماوات والسماء، ما الفارق بين هاتين الآيتين على مستوى بياني؟ السماء في القرآن الكريم وفي اللغة طبعا، في القرآن تستعمل استعمالين وفي اللغة فيها هذا المتسع. السماء في اللغة ما علاك، كل ما علاك هو سماء، حتى سقف البيت هو سماء. جميل. في اللغة. وفي القرآن يستعمل السماء لكل ما على الأرض، ما علاها، يعني يستعمل السحاب، يقول ما أنزل من السماء ماء، السحاب. الطيور مسخرات في جو السماء هكذا. هو الذي في السماء إله. السماء قد تستعمل واحدة السماوات، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، السماء. إذن تستعمل للسماوات عموما ولكل ما على الأرض علاها، حتى السقف. قل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني يقول المفسرون أنه فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه، فسمى السقف سماء. إذن السماء أشمل من السماوات. السماوات هي جزء من السماء. السماوات فقط، السماوات السبع هي جزء من السماء. أأمنتم من في السماء؟ كل هذا السماء هذه. السماوات هي مواطن الملائكة، يعني أماكن الملائكة. جميل. فإذا السماء أوسع من السماوات. من السماوات، هذا أولا. ولذلك لاحظ عندما ذكر الجنة، عندما ذكرها بالسماوات قال عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض. لكن عندما ذكر بلفظ السماء، والسماء متسعة هائلة، قال كعرض السماء، جاء بكاف التشبيه. والسبب؟ لأن السماء أعرض بكثير من السماوات، إذن أوسع بكثير، فجاء بكاف التشبيه للمقاربة فقط. للمقاربة، نعم، فقط جاء بكاف التشبيه. لا هناك لم يأتي قال عرضها السماوات والأرض هكذا، بينما هنا لما اتسع اتساع هائل وأصبحت السماوات السبع هي جزء من السماء بهذا المعنى الشامل، جاء بكاف التشبيه، قال عرضها كعرض السماء والأرض، يشابه هذا العرض، يشابه هذا العرض. ثم انبنى على هذا جملة أمور، يعني لاحظ هذا التغيير، انبنى عليه جملة أمور في سياق الآية. إذا عفوا دكتور، نقول للمستمع الكريم أن الله سبحانه وتعالى في التعبير في اللغة وفي التعبير القرآني فرق بين السماوات والسماء. السماء تشمل السماوات وإضافة لها، وإضافة لها، فكل ما على الإنسان فهو سماء، وكل ما على الأرض فهو سماء. أما السماوات فهي السماوات السبع المعروفة. هنا حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يماثل فإنه استخدم السماوات والأرض، فعرض الجنة السماوات والأرض. لكن هناك لا يمكن أن تكون مشابهة للسماء والأرض، لأن السماء واسعة جدا، وبالتالي أدخل كافة التشبيه. نعم. تقول أستاذي الكريم أنها بني على هذا الشيء نتائج. طبعا ما بني على نتائج. أولا لاحظ الداخلين اللي ذكرهم ربنا في وسارعوا في الآية الأولى، وسارعوا إلى المتقين وعدة المتقين تقصد. نعم. وذيك للذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. عندما قال السماوات قال للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا قال الذين آمنوا بالله ورسوله، أي الأكثر عددا؟ المؤمن. المؤمن، لأن المتقي جزء من المؤمن، كل متق هو مؤمن، لكن ليس كل متقي هو مؤمن، كل مؤمن هو متقي. يعني التقوى دائرة في الإيمان، دائرة صغيرة في الإيمان. طبعا. نعم. ليس كل مؤمن متقي، هناك مؤمن فاسق يقام عليه يشرب خمر، مؤمن هو، لكن لا، عليه حدود يمكن، المتقي لا أكثر. إذن المؤمن هو أوسع دائرة من المتقي.
وهم أكثر. حتى لاحظ لم يقل وعمل صالحا. نعم. للذين آمنوا بالله لم يذكر العمل أصلا، صح؟ نعم. إذن أي الأكثر؟ قطعا المؤمن. قطعا المؤمن. فلما كثر الداخلون المكان اتسع، قال كعرض السماء والأرض. أي نعم. أي نعم. داخلون كثروا، في غير لازم يكون لهم مكان واسع. صحيح. قال كعرض السماء. لما كان أقل باعتبار متقين، مو فقط متقين، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس، دائرة أضيق من ذيك بكثير. نعم، جزء يعني قليل من البشر الذي يتصف بها. ذكر المكان بصورة أقل، قال عرضها السماوات والأرض. ثم مو فقط هذا، لم يكتفي بهذا، وإنما لاحظ عندما كثر الداخلون في قوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، قال ذلك فضل الله، هذا تفضل من عنده، ما قال في المتقين ذلك فضل الله. لأن وهذا يفهم منها كثرة الموجود في الآية. طبعا الأخرى. طبعا أنه تفضل عليهم فأدخل الذين آمنوا بالله ورسله كذا أدخلهم في جنة، يعني ربما يكون منهم عصاة أو منهم عصاة ويشملهم الله برحمته. أشبه دلاء على رحمة الله، وإذا قال ذلك فضل الله زاد فضل الله. نعم. مو فقط هذا، وإنما حتى في بداية الآية سارعوا وسابقوا، هناك فارق بين التعبيرين. نعم. نعم. المسابقة هي المسارعة وزيادة، كما أن السماء هي السماوات وزيادة. طبعا المسابقة هي مسارعة وزيادة، ولا لا؟ بلى. مسابقة. نعم. مسارعة وزيادة في السرعة. ولما يكون هنالك ناس خلق كثير متوجهين إلى مكان ما، هذا يقتضي المسابقة للذهاب إليه، بينما إذا كان هم جماعة قليلة يقتضي المسارعة. نعم. لما كان جماعة كثيرة متجهين خلق إلى جهة ما، للوصول إليها تحتاج مسابقة. صحيح. بينما في هذه أقل هم الجماعة أقل تحتاج مسارعة. جميل. فلاحظ جاء بالمسابقة سابقه، وهي المسارعة وزيادة، وكذا وجاء بالسماوات وهي جاء بالسماء وهي السماوات وزيادة. وجاء بالذين آمنوا بالله ورسله وهم المتقون وزيادة، وزاد ذلك فضل الله. لاحظ يعني كلها جعلها في سياق واحد، لو وضعنا أي وحدة مكان الأخرى لا يصح. إذن ليس الفارق هو بين السماء والسماوات، وإنما الفارق في جميع مفردات الآية. هي بنيت هكذا، يعني بناء عجيب، يعني بناء عجيب متكامل في البلاغة والفن. نحن نكرر لا يأتون بمثله، لأن اجتمعت الإنس والجن لا يأتون بمثله. في سورة الشعراء أستاذي الكريم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وأما الحديث عن أصحاب الأيكة فإنه قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. هؤلاء الأنبياء نجد أن هود وصالح ولوط عليهم السلام وصفوا بالأخوة، أما شعيب فإنه أتى غفلا من هذه الأخوة. كيف نستطيع أن نفهم إسقاط هذه الكلمة؟ هو يعني شعيب ليس من أصحاب الأيكة. كيف؟ ليس من القوم؟ ليس من القوم، هو من قوم مدين، هو من مدين وليس من أصحاب الأيكة، ولذلك عندما ذكر إرساله إلى مدين قال وإلى مدين أخاهم شعيبا في الأعراف يبدو، أظن هالشكل. نعم. وإلى مدين قال أخاهم شعيبا، لكن عندما ذكر الأيكة ما قال أخاهم، لأنه هو ليس من قوم أصحاب الأيكة، هو أرسل إلى قومين شعيب، أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. نعم. لكن هو من مدين، هو من قوم مدين. نعم، هو من مدين، فلما يذكر مدين يقول أخاهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، لما يذكر أصحاب الأيكة وما يذكر أنه أخاهم، أما ليس منهم، أما أولئك لا فهم منهم، من أقوام من قوم هود ولوط وصالح، من قوم من نفس القوم. نعم. يذكر أخوهم، وبالتالي وصف بالأخوة. يعني هذا لاحظ، يعني على شيء بشيء يذكر. عيسى لم يقل مرة وإذ قال عيسى لقومه أبدا مطلقا، لكن ممكن يقول في موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني
ممكن يقولها يقولها يكررها يكرر ممكن يعني يقولها أو أحسن ما يقولها يعني لكن يقول لقومه. لكن عيسى لم يقل مرة وإذ قال عيسى لقومه يقول يا بني إسرائيل لأنه ليس منهم ليس له أب فيهم لأن القوم هم من ينتسب إليهم بالأبوة وليس له أب فيهم لكن لا تجد في القرآن مطلقا وإذ قال عيسى لقومه الإنسان ينتسب إلى قومه بالأبوة طبعا ليس وعيسى عليه السلام يعني ليس له أب فيهم وبالتالي لم يصف الأخوة في مطلق القرآن لا بالأخوة ولا بالقوم ولا بالقوم لم يقل لهم يا قوم أصلا أما شعيب فلم يوصف بالأخوة ولا بالقوم في حديثه عن أصحاب الأيكة وإنما وصف بالأخوة مع مدين كما وصف الأنبياء السابقون في ذلك. أستاذي الكريم تبعا لقصص الأنبياء والاختلاف في البنية أو في البنية فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هنا جاثمين والإصباح والأخذ ومع ذلك نلحظ الفرق بين دارهم وديارهم فكيف اختلفت الصيغة؟ والله يعني أظن أنا في ذهني أنه لم يقل الصيحة ويقول في دارهم مرة أظن إذا قال صح يقول في ديارهم لأن الصيحة يبلغ مداها أكثر من الرجفة. الرجفة محدودة في مكان نعم لكن الصيحة قد تبلغ إلى مدى أوسع يعني أنت تسمع صوت مثلا لم تكن فيه يحصل مثلا قد يكون زلزال أو شيء في أو انفجار في مكان لكن الصوت يسمع في مكان آخر أبعد يعني. فإذا الصوت لما كان يسمع في مدى أوسع قال دياره يأتي بالجمع الرشفة لا أقل مدى محصورة قال في داره. إذن هذا عائد لطبيعة العقاب الموجود. نعم العقاب الصيحة نسمعها نحن هنا وقد تكون في الحدث في مكان آخر في مكان بعيد. نعم في مكان بعيد. الرجفة فهي خاصة بالمكان الذي تقع فيه يعني بحدود الماء وبالتالي قال دارهم وديارهم. الحديث عن الصيحة قال ديارهم لأنها مداها أوسع. الله أعلم. أستاذي الكريم في الشعراء يقول تعالى وما لنا من شافعين ولا صديق حميم نجد أنه يجمع فيقول شافعين ويفرد فيقول صديق. هو الشافعين كثر لكن الصديق قليل يعني الصديق هو أقل. أولا للعلم أن الصديق يعني من حيث اللغة الصديق ممكن أن يقال للمفرد والمثنى والجمع وممكن أن يقال للمؤنث أنت صديقي. نعم ممكن يعني في اللغة جميل. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أخل وأنت صديق يطرق على المفرد والجمع ويطرق على المرأة والرجل ممكن هذا يعني من حيث اللغة جميل. لأن القرآن سبحانه يعني هو لغة عربية لكن يبقى الاستعمال كيف يستعمل. الشافعين قد يكونون كثيرين يشفعون في الأمر ويتقدمون في مسألة ممن ليسوا أصدقائك ولا فلان لا تنظر فيه مسكين كذا يشفع له لكن الصديق قليل. صديق الأصدقاء الذي هو من الصدق يعني نعم في صدق المعاملة والإخلاص والمودة وإمحاض النصوح والمحبة والإيثار هذا هو الصديق. والترتيب له أثر بمعنى أنه قدم مثلا هم أكثر موجودين يعني من حيث الكثرة والقلة لأن التقديم ليس بالضرورة على الأفضل. نعم قد يعني هنا الكثرة كثرة. طيب وأيضا هو لم يوصف بأنه صديق فقط. حميم نعم قريب يعني بعد هو أقل من الصديق أيضا يعني دليل أن دائرة صغيرة جدا أن تجد صديقا حميما. هم يقولون ليس الإعجاز أن تضحي لصديق ولكن الإعجاز أن تجد صديقا يستحق التضحية من أجله. أستاذي الكريم إذن لي أن أقرأ حديثا نبويا يتصل بشأن القرآن قبل أن أدخل في محور آخر وهو التقديم والتأخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلنا من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وفي حديث آخر يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث ثالث يقال لصاحب القرآن
اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. دكتور فاضل شكرا لك، وعلى أمل اللقاء بك مرة أخرى. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13991. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.